جينا انشانا كليه الهندسه بالشراكه مع جامعه يو سي ال وهي المصنفه رقم 7-8 في العالم النهارده من احسن الجامعات، كان لان احنا راجعنا الرؤيه تحت الجامعه مره ثانيه ولقينا انه احسن حاجه الجامعه تعملها النهارده للولاد ان تبقى الجامعه كلها مرتبطه بما يسمى بالتكنولوجي هاب. التكنولوجي هاب اللي هي كليه الهندسه وكليه الحاسبات والمعلومات الاي تي انفورميشن بتشع من علمها على جميع فروع اللي تم تدريسها في الجامعه، سواء طب بشري، سواء طب اسنان، سواء صيدله، سواء بيزنس، سواء ايكونومكس بوليتيكال ساينس، بحيث ان يبقى ذا بيتنج هارت بتاع الجامعه هو التكنولوجي هاب، لان الزمن اللي جاي هو زمن التكنولوجي.